تواصلنا مستمر، اشواطنا تستمر، خامس الاشواط خاصة بالبكار، حيث ننطلق مع هذه الاسماء والشعارات التي بدأت بأول مشاركة وأول إقامة لصندوق ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتلاف في سويحان. أعداد كثيرة تواجدت في أرضية هذا الميدان. الشوط الخامس خاص بالأبكار، مقدمة الشوط الشاهينية غدير بن علي بن سعيد الاكتبي، المركز الثاني تكريم خليفة بن سبعين المحرمي، بينما المركز الثالث أيضا هناك لسلطان بن زايد بحميد المزروعي. تتقدم أيضا مشاهدين الأعزاء مع وجود رندا التي أيضا تتواجد في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير لوجود هذه الأسماء المتقدمة، حيث تأتي حملولة، حيث تتواجد أيضا حملولة، ولكن شوف القادمة شندارة، شندارة ناصر بن حمد الكربي يأتي بدخول هذا الاسم، ولكن الاكتبي مع وجود أيضا الشاهينية أغدير بن علي بن سعيد الاكتبي وشعار بوحميد، شعار بوحميد لسلطان بن زايد بوحميد المزروعي بمحاولاته، والكربي ناصر بن حمد الكربي مع شندارة في المركز الثالث، معركة قوية ثلاثية تأتي بوجود هذه النوعية. بوحميد، بوحميد يتقدم أيضا مع رندا تتواجد بمقدمة هذا الشوط بالمركز الأول لسلطان بن زايد بوحميد المزروعي، المركز الثالث غدير بن علي بن سعيد الكتبي، المركز الثالث لناصر بن حمد الكربي. التوقيت الزمني دقيقة 50 ثانية، دقيقة و50 ثانية توقيت هذا الشوط.